وردت إلي كثير من الرسائل من المتابعين الأعزاء يطلبون إلي ترشيح بعض الكتب للقراءة. سأحكي لكم تجربتي الشخصية. فأول كتاب قرأته فتح عيني على دقة ألفاظ القرآن كان كتابا يسمى سنريهم آيتنا للدكتور أحمد شوقي إبراهيم. وبكل أسف لم أنتهي من الكتاب، فقد سرق مع اللابتوب بتاعي بشنطة اللابتوب، لأني قد وضعته في شنطة اللابتوب وسرق اللابتوب وسرق الكتاب. وقد حزنت على الكتاب بقدر حزني على اللابتوب، وللآن بحثت عنه كثيرا كي أكمله ولكني لم أجده. أما ثاني كتاب قرأته فقد كان هذا الكتاب، أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية للدكتور حسن طبل. كتاب عجيب، شأنه في ذلك شأن جميع كتب الدكتور حسن طبل. أسلوبه سهل وميسر، يفهمه جميع الناس. كذلك فإن هذا الكتاب بالنسبة إلي ثروة، إعجاز الكلمة القرآنية للأستاذ الدكتور عبد الحميد هنداوي. كل كلمة في هذا الكتاب جوهرة ثمينة. وقد طلبت من مكتبة ابن كثير هنا في الكويت في شارع المثنى إحضار مجموعة من الكتب، من كتاب أسلوب الالتفات ومن كتاب إعجاز الكلمة القرآنية، وقد أحضروا 20 نسخة من كل كتاب، وهي موجودة الآن في مكتبة ابن كثير في شارع المثنى. والحمد لله هذان الكتابان موجودان في مصر ومتوفران وبسعرين الحمد لله في متناول اليد. أنصحكم وبشدة بهما.